تروح للسينما حتى اشوف افلام عبد العزيز محمود، يا تكسي الغرام يا شو اسوي؟ مرات ما عندي فلوس زين، فاشتغل تونسينيه ابيع حاب وشكليات وما ادري شنو هذا، اقوم ابيع بالصاله عب لوز عليك عب لوز عليك، حتى ادخل حتى من تصير فرصه اقوم ابيع اشتغل في داخل الصاله هي. حتى تشوف الفيلم يمو يفترون كان يبيعون على الناس القاعدين هاي اعرفها، بس تشوف انه غانم كلثوم يفتر بين السراوات مال القاعدين يصيح اشتردون شكليات عليك من هاي، فاني اقوم اشتغل بدون مقابل طبعا ما يعطوني اجور على مود اشوف الفيلم، اشوف عبد العزيز محمود وغيره من الافلام، فصار عندي حب للسينما شغف واعجاب. اي بس تخلو من ان اكو طموح معين ان اكون في يوم ما ممثل، لا ما كان عندي ما كان في بالك ما كان نهائيا، صدفه جتي.